وليله خلي بالك انتصف مره واحده في يوم وليله كده ما يسقعش دي ما ساعة دي راحة تعبانة جدا ونايمة في الأرض يلا جنتيانا على بقها جنتيانا على مكان الجرح طب ما البطاقة في الطوالت دخل مرفعة طبعا برا امسك وشها يلا استنى هي ممكن تعضل امسك كده وشها هناك يا ايوه كده يس لحظة الحمد لله فاضل لها ياما ماشي يس بس يا فرحة معلش امسك وشها نعم السن حامي بس كده ايه ما بيحسش بيه ده ليك حمل كويس ما سقعش ما سقعش يا سي ما ساعه سي انطفت مرة واحدة كده في يوم وليلة خلي بالك ايه؟ انطفت مرة واحدة في يوم وليلة كده ايه المغص مغص 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 شهر ده كنا نططين عليه طب انا دلوقتي هنشوف لك التاريخ هنشوف لك التاريخ ثلاث شهور اهو شهر ونص تمام شهر ونص شهر ونص شهر ونص على طول المكان ده كده على طول ما ساعة سيبها شوية ولم الطويل دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي ليكم يا جماعة تحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على اليوتيوب طبعا امبارح انا كنت في اسكندرية جيت بالليل فوجئت ان هنا بيقولوا لي فرحة تعبانة جدا طبعا فرحة ايه كان عندها مغص بدرجة رهيبة جدا جدا وكان في مشكلة معاها في الـ في الـ في, في معدتها يعني الاول بس حابين قبل ما نتكلم عن فرحة عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في جودة الفيديو اللي متصور ده حابب رأي الناس يعني عشان بعد كده نقول لكم لان كان في حد سألني في كومنت وقال لي يا كابتن ابو نور في فيديو انت منزله جودته عالية جدا وجميلة جدا وواضح جدا فعايز الناس بعد اذنكم يعني كمساعدة عايز الناس تقول لي ايه رأيكم في جودة الفيديو اللي منزله ده افضل من الفيديوهات اللي عدت ولا زي القديم بالظبط تعالوا بقى نتكلم عن موضوعنا زي ما قلت لكم امبارح انا كنت في اسكندرية بنجيب حاجة طبعا هنقول لكم عليها بعد كده في حلقة علشان الراجل اللي سألني وقال لي انت بتصور بايه والكلام ده كله تمام فهنقول لكم انا كنت بعمل ايه وبصور بايه والكلام ده كله بس جيت امبارح لقيت يوسف ولقيت رحمة بيقولوا لي بابا فرحة تعبانة جدا ونايمة في الارض بمغص تعرفين المغص ممكن يودي الخيل للموت يعني المغص ممكن يسبب موت للخيل اتصلت بالدكتور النهارده جت ده الحقن اللي احنا شفناه دلوقتي في الفيديو حقن خاصه بالمغص وادها حاجه للديدان وحاجات زي كده وطلب مني قال لي شيل الاكل من عندها يعني ما تاكلش ما ناكلهاش دلوقتي هنطلعهم بره في الهواء شويه تمام يلا بينا تعال طبعا الناس هتستغرب هتقول ايه التعوره اللي في وشها امبارح اتعورت على فكره ما كانش قبل كده يعني اتعورت امبارح علشان
عايزه تنام في الارض وهي كانت مربوطه، عايزه تنام في الارض باي طريقه، فبتشد السلسله جامد وتنام، فاضطر فالسلسله عورت لها وشها. يلا تعال. هنوقفهم الاول يشربهم قبل ما يطلعوا بره في الهواء. انا شايف ان هي بدات تحط بقها في الارض وتاكل، ما كانتش بتاكل على فكره خالص. طبعا الدكتور طلب مني ان هي ما تاكلش علفه دلوقتي خالص. يا سلام، يعني انت اول ما خدتي الحقنه طلعتي تاكلي؟ ده احنا كنا بنتحايلوا عليكي. المغص يا جماعه بالنسبه للخيل مشكله جامده جدا. تعال اشربي الاول. جينا بقى نحسب للدلوعه ميعاد النطه بتاعتها، لقينا عدى شهر ونص على النطه بتاعتها. هنبدا دلوقتي. جهزت ورا محمد؟ جهزت مكان ورا؟ طيب انا جاي لك اهو. هنبدا دلوقتي ان احنا مش هتعرف تعدي بيه. يلا خط خط. فين يا محمد؟ خد خد اربط عندك. يلا اربط عندك. طبعا المكان هنا يا جماعه هوا، هنربطها هنا. يلا اربطها ورا في الهوا كده. بحط لها جنتيانا على بقها، جنتيانا مكان الجرح. لا ما حطيت لهاش. طب حط لها تاني. اربط يا محمد. يلا قصر شويه يا محمد، قصر شويه. طبعا هي متعوده بتيجي نازله هنا في العناية كده علشان تبدا تاكل. هنسيبهم بقى هنا كده يا جماعه لحد بالليل، يعني لحد الليل ما يخش ياخدوا راحتهم كده في المكان هنا وياكلوا ويشربوا، وهنبقوا متابعين فرحه من بعيد. وهنحط لها جنتيانا مكان الجرح اللي في وشها. الحاجات دي احنا طبعا معرضين ليها دايما بسبب طبعا الامراض اللي بتيجي للمواشي والخيل والحاجات اللي زي كده. حابب كمان ننصح الناس، علشان انا عرفت معلومه دلوقتي من الدكتور، كان قال لي ان في مرض الحمى الكلاعيه شغال في المواشي. كل واحد يحافظ على حاجته ويهتم طبعا بالعلاج بتاعها والكلام ده كله، وربنا يسترها يا رب على كل الناس اللي عندها مواشي، وبالتوفيق للجميع وباذن الله بالخير باذن الله. اسماء العلاجات بقى بتكون اسماء خاصه بالدكتور اللي هو ادى للفرس الحقنه. مش المفروض ان احنا كنا نقول لكم على اسماء العلاجات الخاصه، او نعمل يعني مع الدكتور نعمل معاه لقاء علشان نعرف اداهم ايه، بس طبعا دي بتكون حاجه خاصه بشغل. تحياتي لكم جميعا، واحلى مليون مسا عليكم. والحلقه دي بس كنا بنطمنكم على فرحه. مليون مسا على الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.